الأحوال الجوية المتوقعة لليوم 23 و24 من شهر رمضان المبارك، وإلى التفاصيل. نبدأ من هذه الليلة، إذ يتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس لطيفا في معظم المناطق وباردا نسبيا فوق المرتفعات الجنوبية، ويستمر هطول أمطار متفاوتة الغزارة في أجزاء عدة من منطقة الرياض، خاصة الأنحاء الغربية وبعض الأجزاء الشرقية من المناطق الغربية، ويرافقها حدوث الرعد وتساقط البرد في بعض الأوقات. وتدريجيا ومع مرور ساعات الليل يحتمل أن يتشكل الضباب في أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وجنوب وشرق منطقة المدينة المنورة وشمال غرب الرياض إداريا. أما يوم غد الأربعاء فيتوقع تدريجيا خلال ساعات النهار أن يتجدد هطول الأمطار الرعدية ويتساقط البرد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وقد تطال أجزاء من المدينة المنورة. وتترافق هذه السحب بهطول أمطار، وتمتد السحب الركامية لأنحاء واسعة من منطقة الرياض إداريا، وقد تطال العاصمة وكذلك أجزاء من القصيم وجنوب حائل، ولا يستبعد أيضا أن تمتد لأجزاء من وسط المنطقة الشرقية، وتترافق مع وجود سحب مصحوبة بتساقط البرديات بمشيئة الله. بعض التوصيات فيما يخص هذه الأحوال الجوية المتوقعة: بداية الانتباه من مخاطر تشكل السيول في الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه المعتادة. ثانيا، تثبيت المقننات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت. ثالثا، الانتباه من كثافة التساقط البردي في بعض المناطق، ولا يستبعد أن تكون بأحجام كبيرة أحيانا. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. كنتم في أمان الله.